هاي جايز، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم جينا ندير لكم واحد الخرجه مع صاحبي هنا في ميجا مول. سو اول اكتيفيتي درنا بها هي البولينغ. الوغ في الاول جانا واحد الفورماتور بدا كيشرح لنا لي ريغل ديال البولينغ بالنسبه اللي ما عارفين. من بعد ما فهمنا مزيان بدا الجيم ديالنا. سو سالينا اللعبة ديالنا ديال البولينغ. سو جايز غادي الباتيناج، باتيناج غنروحوها تما. جايز ام سو اكسايتد تو جو ذير. نو واي جايز. صراحة دابا كنسمعوا لواحد الكوتش كيشرح لينا على داكشي ديال الباتيناج. هوكي جايز وصلنا للباتيناج. سي فريمون كاين واحد الجو توب. صراحة ما عمرني ما جربت باتيناج، مي اون فاسي دو غاردي ليكيليبغ. ميرسي. المهم هنايا مي بخوميييغ با هنايا تعرف؟ لا الوحيد حيت تيريك، حيت تيريك باينة. الكونفرنس اللي كانت واعره بزاف هنا في باتيناج. صراحه نشطنا هنايا، خو نشطنا بزاف هنايا. ميرسي لي كاع، غنمشيو نتغداو دابا. سو دابا وقت الغدا. ام سو هانجري جايز. فاش كنت كنتسنى جا واحد صاحبي وشرا واحد لي زويت، قلت علاش لا نذوقو. شوف لا ما دير معلقه،
حيدة من تما وشربة. لا خليها جوج ثلاثة ما تضرش مورك. سو هكا كون وصلنا لفان ديال هاد لا فيديو. كان نهار واعر في ميغا مول. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تبارطاجيوه مع صحابكم, لايكيو وسبسكرايب. ما عليا نقول لكم تلاو. الى بغيتي تفرج الفيديو اللي حطنا فيه الارقام القياسيه كليك هنايا, ولا بغيتي تفرج فيديو الاخر اللي بقيت فيه 24 ساعه في الفورم كليك في الجهه الاخرى. ما تنساش تابونا باش تجينا نطلعوا من الكونتينيو ديالنا.